أعلن المجلس الأعلى للصحة فتح التسجيل في برنامج اختر طبيبك في 3 مراكز جديدة، هي مركز الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة الصحي، مركز الشيخ صباح السالم الصحي، ومركز مدينة حمد الصحي. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضحت الدكتورة نورة الجنيد استشارية طب عائلة رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ صباح السالم الصحي، أوضحت أن برنامج اختر طبيبك يضمن الرعاية الصحية للعائلة بأعلى معايير الجودة العالمية ويعزز العلاقة بين الطبيب والأسرة. برنامج اختر طبيبك أحد البرامج الأساسية للرعاية الصحية الأولية تحت مظلة الضمان الصحي، تم تطبيقه ضمن مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية. هذا البرنامج يضمن لك ولعائلتك الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية، ويعزز العلاقة بين الطبيب والأسرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق نهج الرعاية الأولية، بحيث يتم ربط كل فرد مع طبيب أسرة من اختياره والاستمرارية في المتابعة.